عائشه كاميه السلام عليك يا سلطان الانبياء ويا برهان الاتقياء انت سافرت الى دار الامانه وتركتنا في دار الاحزان فكيف حالنا يا نبي اخر الزمان هذا اللي كبر لك بعائشه قال له يا سلطان كيف كان يرد جواك فاطمه اكذب بي السلام عليك يا رسول الثقلين ويا امام القبلتين ذهبت الى دار النعيم وتركتنا في دار الغميم فكيف معيشتنا من الخواص والعميم فيقول لذلك هي الخطبه يتو ان بايت مكان في زمونتا وقت من دوكو تتنشلها هي ما ويدوش كيف تفاتها هفا فيقول ان شاء الله تكفات نفاتي سيفاصيلي بزوري مدنو موجا موجا لكني كهايتو tupate kujua ile aya imekamilisha iliposhuka ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ndio mwisho wake na ndio kwenda kufa. Kwa hivyo kifo chake tumekidaradara, hatuna nafasi ya kukizungumza mwanzo. Kwa hivyo tumechukulia vile kwa kabla ya peke yake, na hapo ndipo tujue ya kwamba kullu nafsin dhaiqatul maut, kila nafsi itaondoka maiti, itaondoka kufa, kama vile mnakwenda kuonyesha mbuzi na kondoo na ng'ombe leo. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وانفع به عني وعنكم وأن يجد من المؤمنات والمسلمين المسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وهو التواب الرحيم